رأسيه نكد. لا كده نكد واحدة تانية هابي نيو يير نكد برضه. بتقولي قوي نكد. ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب في الحفلة اللي أحيتها في دبي بإطلالة أكثر أناقة ونحافة اتفاجئ بيها الجمهور على المسرح، حيث بدا على شيرين إنها خسرت وزن بدرجة كبيرة وشعرها أصبح أطول مقارنة بالفترة السابقة، وناوية شيرين ترجع لجمهورها والتركيز على حياتها العملية بدرجة أكبر في الفترة المقبلة. وكانت قالت خبيرة الفلك نيفين أبو شالة إن شيرين هتكسر الدنيا في 2024 وبتنتظر حدث سعيد وهو زواجها من دكتور. وأوضحت خبيرة الفلك إن شيرين لن تعود مهما فعل حسام حبيبه ومحاولاته الكبيرة من ناحية العاطفة تجاه شيرين، مبينة إن شيرين هيكون لها ألبوم جيد في العام الجديد وبينتظرها حب جديد، ولكن أيضا هتتألم.